أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من مستقبل الطاقة. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول السعودية ترسم صورة مستقبل الطاقة والتنقل في ذا لاين. والشتاء القارس في شرق آسيا يقفز بأسعار الغاز المسال. أهلا بكم. ثورة في الحياة الحضرية، هكذا وصفت مدينة ذا لاين في نيوم شمال غرب السعودية. أبرز قوام هذه الثورة الحضرية هي الطاقة والتنقل. طاقة نيوم وكما بات معروفا من قبل ستكون متجددة بالكامل، معتمدة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. ولكن المفاجأة التي حملها إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع تركزت في مجال التنقل. فالمدينة المليونية بطول 170 كيلومتر ستتضمن صفر سيارات وصفر شوارع والأهم صفر انبعاثات كربونية. ويمكن للسكان التنقل من أقصى نقطة إلى أقصى نقطة في المدينة بمدة لا تتجاوز 20 دقيقة. هذا يعني أن المدينة ستستخدم أحدث التقنيات التي لم تطبق بعد في مجال التنقل الكهربائي، والتي ستفتح فرصاً واعدة لقطاع النقل ولصناعة الطاقة ولدمجهما ببعض، حيث سيتم تصميم وبناء منظومات المدينة لتكون مكهربة ومرقمنة، مستخدمة الأنظمة الذاتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. هذا سيفسح المجال أمام تفعيل وسائل النقل ذاتية القيادة ووسائل النقل الجماعي الآلية، والتي ستعمل بطبيعة الحال على الطاقات المتجددة الخالية من الانبعاثات الكربونية. لنتابع وإياكم بعض آخر التقنيات في مجال النقل الجماعي التي قد تكون مرشحة للاستخدام مستقبلاً. الأسعار الفورية للغاز المسال تشتعل حرفياً، فقد قفزت الأسعار خلال شهر بأكثر من 150% على خلفية موجة البرد القارس الذي يضرب شمال آسيا، والذي زاد من الطلب على الغاز وخفض من مخزوناته، مع العلم أن السعر سجل مكاسب صاروخية في الأشهر الستة الأخيرة، ووصلت الارتفاعات إلى قرابة 1000%، حيث سجل سعر الغاز المسال للعقود الفورية في آسيا تسليم فبراير مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 32 دولار ونصف الدولار للمليون وحدة حرارية بحسب مؤشر القياس السعري JKM، مرتفعا من 11 دولارا منتصف الشهر الماضي. عامل أساسي في هذه الارتفاعات السعرية هو ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في اليابان، حيث وصلت أسعار الجملة للكهرباء هناك إلى مستوى قياسي مرتفع في ظل انخفاض مستويات مخزونات الغاز ووصول الإنتاج الكهربائي غرب اليابان إلى 95% من إجمالي القدرة الإنتاجية، لتعيش اليابان اليوم أسوأ أزمة طاقة لها منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011. هذا الطلب الهائل على الغاز شرق آسيا دفع صادرات كبار منتجي الغاز المسال مثل قطر وأستراليا وماليزيا وروسيا والولايات المتحدة، دفع صادراتها للارتفاع بنسبة إجمالية بلغت نحو 10% في ديسمبر الماضي مقارنة بنوفمبر بحسب البيانات الأخيرة لريفينيتيف آيكون. ولكن كيف تضافرت العوامل للدفع بأسعار الغاز المسال في آسيا لتسجيل تلك القفزات الحادة؟ الرئيس التنفيذي لقمر إنرجي روبن ميلز يجيب.
إنه أمر ملفت جدا مدى ارتفاع أسعار الغاز المسال، حيث كانت الأسعار في صيف العام الماضي عند قرابة دولارين للمليون وحدة حرارية، والآن فاقت الأسعار 20 دولارا. وقد لاحظنا أن بعض شحنات الغاز المسال وصل سعرها إلى أكثر من 30 دولارا، أي أن الأسعار تضاعفت بأكثر من 10 أو 15 مرة ما بين الصيف الماضي وموسم الشتاء الحالي. بطبيعة الحال يزداد الطلب في الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث يستخدم الغاز لأغراض التدفئة، لذا من غير المستغرب أن ترتفع الأسعار، ولكن الارتفاع الحالي مدهش حقا، ويعود هذا جزئيا إلى عوامل متعلقة بالإمدادات، حيث أن عددا من كبار مصدري الغاز عالميا واجهوا بعض الصعوبات، فمثلا شب حريق في محطة تسييل في النرويج، في حين واجهت محطة أسترالية مشاكل كهربائية أوقفتها لمدة عام. هناك مشاكل أخرى في ماليزيا، كما أن قطر تشهد بعض أشغال الصيانة، لذا فقد واجهت عدة دول منتجة صعوبات في آن واحد. في جانب متصل شهدت بعض دول آسيا الوسطى طقسا باردا مؤخرا، مما دفعها إلى إرسال كميات أقل من الغاز عبر الأنابيب إلى الصين، مما اضطر الصين إلى استيراد كميات أكبر من الغاز المسال، وهذا ولد مشكلة لوجستية أخرى، حيث أنه مع ارتفاع حجم صادرات الغاز المسال الأمريكي إلى آسيا، فقد شهدت قناة بنما ازدحاما خانقا من ناقلات الغاز المسال، مما عرقل سرعة وصول الشحنات. كل هذه العوامل تضافرت ليجد بعض مشتري الغاز المسال أنفسهم في مأزق، فهم غير قادرين على استيراد ما يحتاجونه من غاز، خاصة في اليابان التي تشهد شتاء باردا هذا العام، مما دفع أسعار الكهرباء اليابانية للارتفاع بشكل حاد، وهذا جعلهم جاهزين لعرض أسعار مرتفعة جدا للحصول على أي شحنات، وبالتالي شهدنا وصول سعر بعض تلك الشحنات إلى 30 دولارا للمليون وحدة حرارية. لكن هذه الأسعار لا تمثل كل السوق، وإنما تمثل محاولات يائسة من قبل بعض المشترين الذين وجدوا أنفسهم محتاجين لإمدادات إضافية. ولكن روبن، كان الجميع مقتنع بأن سوق الغاز المسال عالميا مصابة بتخمة بالمعروض قد تستمر حتى منتصف العقد الحالي. هل هذا السيناريو ما زال قائما، أم أن الحركة السعرية الأخيرة قد تشير إلى تغير في هذه النظرة المستقبلية؟ بالضبط، كان يعتقد بأن هناك تخمة في إمدادات الغاز المسال، حيث شهدنا إنشاء الكثير من مشاريع الغاز المسال في السنوات الأخيرة، لا سيما في الولايات المتحدة، ولكن أيضاً في أماكن أخرى مثل روسيا وأستراليا، لذا السوق كان لديها ما يكفيها من إمدادات، وهذا يفسر انخفاض سعر الغاز المسال إلى نحو دولارين في صيف العام الماضي، إلا أن القفزة السعرية الحالية غيرت هذا الاعتقاد نوعاً ما، وهذا يعود إلى النمو السريع جداً في الطلب الصيني، حيث أصبحت الصين اليوم هي السوق الأهم للغاز المسال عالمياً، حيث أنها ثاني أكبر مستورد للغاز في العالم بعد اليابان، ومن المتوقع أن تتجاوزها العام المقبل، لذا فالصين غيرت بالفعل أوضاع سوق الغاز المسال العالمي، كما أنه بات واضحاً من أن هذه السوق لا تتمتع بعد بالمرونة الكافية للتعامل مع تقلبات عنيفة في الطلب أو خسائر كبيرة في جانب الإمدادات أو اضطرابات لوجستية حادة، فالسوق هذه ليست كالسوق النفطية التي تتمتع بمرونة أعلى وبتنوع أكبر، ولكن هل الأوضاع اليوم تغير من الصورة طويلة الأجل؟ من المؤكد أن الارتفاعات السعرية الحالية هي أخبار سارة لبعض الشركات التي تحاول إطلاق مشاريع جديدة في مجال الغاز المسال، خاصة تلك في الولايات المتحدة التي عانت مؤخراً من اجتذاب التمويل اللازم لتشييد محطات تسييل جديدة. أما على المدى الأبعد خلال العقد الحالي، فسنرى توسعاً هائلاً في إمدادات الغاز المسال من قطر منتصف العقد الحالي، ومن دول أخرى كذلك كالموزمبيق وموريتانيا والسنغال، كما رأينا مؤخراً مشروعاً ضخماً جديداً في روسيا، لذا فهناك المزيد من الإمدادات الإضافية القادمة، لذا قد نشهد قفزات سعرية حادة مؤقتاً في بعض الأوقات خلال بعض مواسم الشتاء، ولكن هذا لا يغير من حقيقة أن سوق الغاز المسال عالمياً لديها إمدادات أكثر من كافية. إلى أي مدى إذن ترى روبن بأن الصين تحدد اليوم تطورات ووقائع سوق الغاز المسال عالمياً، وكيف سيتطور دورها في هذا السوق مستقبلاً؟ دور الصين في هذا الصعيد دور محوري، فالغاز يشكل اليوم نحو 8% من استهلاك الصين من الطاقة، وهذه نسبة منخفضة جدا مقارنة بالمعدل العالمي الذي يقارب 25%، إلا أن الصين تستهدف مضاعفة هذه النسبة إلى 15% خلال العقد الحالي،
وبالرغم من أن الغاز يشكل حصة صغيرة من مزيج الطاقة الصيني، إلا أن سوق الغاز في الصين ضخم نسبياً، حيث أن سوق الغاز الصيني يعد ثالث أكبر سوق في العالم، حيث أنه لا يفوقها في حجم استهلاكها من الغاز إلا الولايات المتحدة وروسيا. كما أن سوق الغاز المسال الصيني هو أسرع سوق كبير من حيث نسب النمو في العالم، متجاوزاً في ذلك الأسواق النامية تاريخياً كتلك في اليابان وجنوب كوريا وتايوان. فأسواق الغاز المسال في تلك البلدان كبيرة لكنها لم تعد تنمو، في حين أن السوق الصينية كبيرة ومتنامية. استراتيجياً بالنسبة للصين فهي ستحتاج إلى المزيد من الغاز، وهذا يعني أنها سترفع من إنتاجها المحلي من الغاز، كما ستزيد من استيرادها له عبر الأنابيب من روسيا ومن وسط آسيا، وأيضاً ستحتاج إلى استيراد كميات أكبر بكثير من الغاز المسال كذلك. لذا إذا نظرت إلى مشاريع الغاز المسال الجديدة حول العالم بما فيها تلك في الولايات المتحدة، جميعها يستهدف بشكل رئيسي السوق الصينية. فهل ستحاول الصين التحكم بهذه السوق؟ أعتقد بأنها ستريد إنشاء مؤشر قياسي سعري خاص بها يبين سعر الغاز في السوق الصينية، كما هو الحال مع مؤشر هنري هاب في الولايات المتحدة أو في أوروبا التي لديها مؤشر قياس سعري خاص بها، أو مثل ما هو قائم لدى شرق آسيا. فالصين ستحاول إنشاء مؤشر قياسي سعري للغاز يمثل سوقها المحلي، كما تحاول حالياً إنشاء مؤشر خاص بها لتسعير النفط الخام، فهي ستحاول زيادة تحكمها في تسعير السلع التي تستوردها. كثيرون توقعوا روبن بأن صادرات الغاز المسال الأمريكية ستغير من قواعد اللعبة في سوق الغاز عالمياً، ولكن يبدو أنها لم يكن لديها بالغ الأثر في الأسابيع الأخيرة. لماذا؟ أعتقد بأن دور الولايات المتحدة مهم، فقد أضافت الكثير من الإمدادات إلى سوق الغاز المسال العالمي، كما أنها غيرت من نماذج العمل القديمة حيث لم تقم بتسعير صادراتها مقابل سعر النفط كما كانت تفعل تقليدياً كل الإمدادات الأخرى إلى الأسواق الآسيوية. أعتقد بأننا رأينا أهمية مرونة إمدادات الغاز المسال الأمريكية الصيف الماضي، حيث هوى الطلب في ضوء جائحة كورونا لتصبح السوق متخمة في الإمدادات كما كان من منتجي الغاز المسال الأمريكيين، إلا أنهم أوقفوا صادراتهم لفترة محددة مما ساعد السوق على إعادة التوازن. صحيح أن سعر الغاز المسال وقتها انخفض إلى دولارين، لكنني أعتقد لو استمرت محطات التسييل الأمريكية بالتصدير لكانت الأسعار انخفضت إلى الصفر إن لم تنخفض إلى السالب كما حصل مع سعر النفط بشكل مؤقت. إذن هذه المرونة مفيدة، لكن المشكلة تكمن مع تعافي وعودة النمو في الطلب، فالمصدرين الأمريكيين ينتجون حالياً عند طاقتهم القصوى، لكن بالرغم من ذلك لم يستطيعوا ملء الفراغ، وهذا يعود لأسباب لوجستية، حيث ارتفعت أسعار استئجار ناقلات الغاز المسال بشكل حاد لتصبح السفن ذات تكلفة الإيجار الأغلى من بين جميع أنواع السفن الأخرى، وتلك الناقلات غير قادرة اليوم على الوصول إلى آسيا بسرعة بسبب الازدحام في قناة بنما، لكنها ستصل وجهتها في نهاية الشهر الحالي أو الشهر المقبل، وهذا من شأنه تخفيف حدة الأسعار، لكن الناقلات لم تصل بالسرعة المطلوبة بعد. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير نتابع بعده في مستقبل الطاقة. تسارع إغلاقات مصافي التكرير في الدول المتقدمة. أهلا بكم من جديد إلى مستقبل الطاقة. منذ يولي فيروس كورونا تسارع إغلاقات مصافي التكرير في الدول المتقدمة، وذلك في ضوء الطلب الضعيف على الوقود والمنافسة المستعرة مع المصافي الأكثر كفاءة في آسيا والشرق الأوسط. ففي هذا السياق أعلنت هذا العام 11 مصفاة نيتها الإغلاق بحسب IHS Market، وهذا كله يندرج ضمن التحول الحاصل في موازين قوى التكرير عالمياً، بعيداً عن مصافي الدول المتقدمة الصغيرة والقديمة والتي تواجه تراجعات طويلة الأجل في الطلب، لينتقل مركز القوة شرقاً إلى دول مثل الصين التي تمتلك مصافي حديثة وأكثر كفاءة والمستفيدة من أسواق إقليمية متنامية، حيث ستضيف الصين والهند والشرق الأوسط خلال العام
2020 و2021 نحو 2.2 مليون برميل يومياً إلى قدراتها التكريرية، في حين ستفقد الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان نحو 1.7 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة بحسب وكالة الطاقة الدولية. نقارن هذه الأرقام بما فقده العالم من قدرات تكريرية في الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية ما بين 2009 و2011، حيث تم إغلاق قدرات تكريرية بلغت 2.2 مليون برميل يومياً خلال الفترة بحسب IHS Market. هذا التحول في قطاع التكرير العالمي يبرز بشكل حاد في أستراليا حالياً، والتي كانت تحتضن قبل 10 سنوات 7 مصافي لتملك اليوم 4، ومن الممكن أن تجد نفسها قريباً بمصفاة واحدة فقط. فبنهاية عام 2018 غطى إنتاج أستراليا المحلي نحو 40% فقط من احتياجاتها، ويبدو أن اعتمادها على الوقود المستورد سيستمر بالارتفاع. فشركة بي بي ستغلق مصفاتها الأسترالية هذا العام، كما أن هناك مصفاتين أستراليتين أخرتين تدرسان الإغلاق أيضاً، وهو ما بدأ يثير مخاوف البعض في أستراليا حيال أمن إمدادات الوقود. الجائحة كانت قاسية جداً على مصافي التكرير، حيث شهدت انخفاض هوامشها في الربع الثالث من العام الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد بحسب وكالة الطاقة الدولية. لكن الهزة التي تضرب القطاع تشير إلى أن الأثر قد يكون دائماً. فقد أعلنت شل في أكتوبر الماضي أنها تخطط لخفض محفظتها التكريرية من 14 مصفات إلى 6 مصافي فقط، وذلك في ضوء توقعاتها الضعيفة للطلب مستقبلاً وفي ظل تعهداتها المتعلقة بخفض الانبعاثات. فهل تتسارع أكثر موجة إغلاقات المصافي خلال السنوات القليلة المقبلة؟ لتسليط الضوء أكثر على قطاع التكرير العالمي، استضفت ريتشارد جوسويك رئيس قسم أسعار النفط والتكرير في بلاتس، وسألته عن توقعاته لقطاع التكرير لهذا العام، حيث توقع لقطاع التكرير العالمي شتاء صعبا هذا الموسم. صناعة التكرير النفطي مقبلة على شتاء صعب جدا، فالقطاع يعاني بشدة هذا العام، وهذا الشيء يؤلمني شخصيا لأنني ابن هذه الصناعة، وما تعاني منه الصناعة اليوم بالإمكان تقسيمه إلى جزئين. أولاً، الانخفاض الكبير في الطلب، وبالرغم من أن الطلب على النفط سيتعافى إلى أنه في عام 2021 سيبقى أقل من مستوى عام 2019 بنحو 2 مليون برميل يومياً، ما يعني أن الطلب على المشتقات النفطية سيكون أقل هو الآخر. ثانياً، هناك عدد من مصافي التكرير التي كانت تحت الإنشاء لفترة طويلة تبدأ اليوم في الدخول إلى الخدمة وزيادة إنتاجها، وهذه المصافي هي منشآت حديثة وضخمة وذات كفاءة عالية، من ضمنها المصافي الضخمة في الصين ومصفات جازان في السعودية ومصفات الزور في الكويت. لذا كل هذه المصافي الضخمة ستدخل الخدمة في ظل غياب الطلب. نتيجة لذلك، فإن المصافي الأصغر والأقدم والأقل كفاءة المتواجدة في السوق المنكمشة والناضجة، تلك المصافي ستعاني أكثر والعديد منها سيغلق. منذ مطلع العام سمعنا عن إعلانات للإغلاق يصل حجمها الإجمالي إلى 2 مليون برميل يومياً من القدرات التكريرية. إعلانات الإغلاق هذه ليست نهائية، بعضها سيكون كذلك، ولكن البعض الآخر سيحول المصافي إلى محطات لاستقبال شحنات المشتقات أو يعيد ترتيبها لتكرر الديزل العضوي، وبعض المصافي الأخرى ستعلن أنها ستوقف عمل المصافي وستبحث في خياراتها لاحقاً كالبيع مثلاً. ولكن هذا يعني أنه في حال تحسنت الظروف السوقية مستقبلاً فإن عودة بعض هذه المصافي للعمل خلال عام أو عامين أمر وارد، لكن هذا لا يغير من حقيقة أن الكثير من تلك المصافي سيتم إغلاقها، وهذا أمر ليس غريباً. هناك دائماً نسبة صغيرة من الإغلاقات، ولكن بعد الأزمة المالية شهدنا بين أعوام 2009 و2011 إغلاق قدرات تكريرية بحجم 5 ملايين برميل يومياً. معظم هذه الإغلاقات كانت في أمريكا وأوروبا واليابان، ومعظمها لم يعد للعمل بتاتاً. وأعتقد بأننا سنشهد أمراً مماثلاً هذه المرة، حيث أن معظم إعلانات الإغلاق هذه السنة جاءت من أمريكا وأوروبا وأستراليا واليابان والفلبين. حتى سنغافورة بدأت بخفض قدراتها التكريرية،
ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإغلاقات جزءاً من خطط استراتيجية طويلة الأجل أم أنها مرتبطة بإدارة التدفقات النقدية. فالهوامش في أفضل حالاتها بالكاد تصل إلى مستوى التعادل، وهذا لا يغطي التكاليف الثابتة حتى. بالتالي فإن معظم مصافي التكرير عالمياً تسجل خسائر في ظل الظروف الراهنة. هناك بعض المصافي الرابحة، لكنها تلك المدموجة في مجمعات إلى جانب مصانع بتروكيماوية، لكنها ستستمر على الأغلب في تسجيل الأرباح لأنها مصاف ضخمة وجديدة ومتواجدة في أسواق نامية. أما تلك القديمة في الأسواق النضيجة فستتراجع وهي في جلها موجودة في الدول الغربية. أما بخصوص الهوامش فأنا ذكرت سابقاً بأنه سيكون شتاءً صعباً لأن أسعار البنزين دائماً ضعيفة في تلك الفترة. أما الديزل فنحن قلقون من أن الطقس الأقل برودة من العادة في أمريكا وبريطانيا خلال موسم الشتاء الحالي سيخفض الطلب على الديزل بنحو 600 ألف برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي. ولكن عندما نبلغ فصل الربيع ستتحسن هوامش البنزين حيث أن الطلب عليه سيزداد، لذا أنصح زملائي في صناعة التكرير بالصمود. ريتشارد، سؤالي يتعلق بأسعار المنتجات البترولية. هل هناك بعض المنتجات سيكون أداءها السعري أفضل من أداء منتجات أخرى؟ هل هناك بعض الأحداث الموسمية التي يجب أن نتابعها والتي ستؤثر على السعر الريلاتيف أو المقارن بين المنتجات؟ جميع المنتجات النفطية تضررت أسعارها، لكن بعضها كان أفضل أداء من غيرها، وعلى رأسها تلك التي تستخدم كلقيم في الصناعات البتروكيماوية، وذلك بسبب الطلب الكبير على المنتجات كمعدات الوقاية الشخصية. أما البنزين فقد تحرك في دورات سعرية في أوقات الحظر والإغلاقات في مارس وأبريل الماضيين، تراجعت أسعاره لكنها عادت لتتعافى في الصيف الماضي، والآن وفي ضوء الإغلاقات الجديدة عادت للانخفاض. لكن المنتجات الأكثر تضرراً والتي لن تستطيع التصحيح هي المشتقات الوسيطة، فقد هوى سعر وقود الطائرات، وهذا يؤثر سلباً أيضاً على أسعار الديزل. فالمدخلات النفطية التي كانت تذهب لإنتاج وقود الطائرات تم توجيهها إلى إنتاج الديزل عوضاً عنه، وهذا أدى إلى تخمة في إمداداته. ولكن بالرغم من ذلك لم تهوي أسعار الديزل بنفس النسب التي سجلها وقود الطائرات، ولكن لا أحد يعرف ما إذا كان الشتاء سيكون دافئاً أم لا، لذا تعافي أسعار المشتقات الوسيطة سيكون بطيئاً لأن السفر بالطائرات لن يعود كما كان قبل أن يشعر الجميع بالثقة والراحة بركوب الطائرات من جديد. أما البنزين فنتوقع ارتفاعه خلال مارس وأبريل المقبلين. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة. أعود وألقاكم في حلقة الأسبوع المقبل على خير بإذن الله. إلى اللقاء.